خلونا نتعرف على تفاصيل اكتر من استاذ اسلام عامر نقيب المأذونين. استاذ اسلام، في البدايه انا برحب بحضرتك، اهلا بيك. اهلا بيك يا استاذ نادر، اهلا وسهلا بحضرتك. طيب، واضح ان الفحوصات ما قبل الزواج هي ملزمه، حضراتكم بتطلبوها من اي اتنين مقبلين على الزواج، اهميتها ونقدر ننصح الساده المشاهدين بايه يا فندم؟ اولا لا يجوز توثيق عقد زواج الا بحضور الشهادات الطبيه ووجود الشهادات الطبيه لطرفي العقد الزوج والزوجه. واذا امتنع الزوج عن حضور الشهاده الطبيه فيمتنع المأذون تبعي بعدم اتمام عقد الزواج نهائيا الى حضور الشهادات الطبيه المشار اليها في هذا الموضوع. الشهادات الطبية شيء تكميلي حالي، يعني لا يجوز، فأصبح بقى ورقة رسمية لازم تحط صاحب الشأن بيجيبها للمأذون لإتمام توثيق عقد زواجه. الجديد يعني أو ما يقال والله أعلم، يعني لسه ما حدش عارف أي حاجة فيها، هل هيكون في فحص كامل شامل لتجنب الزوجين أي أمراض معدية أو ظهور أي أمراض فيما بعد وخلوهما من أي أمراض تجيز التفريق، مع العلم إن ده كان موجود في سابق الأوان ده هوت في وثيقة الزواج قبل 2004، خلوهما إقرارهما بخلوهما من الأمراض المعدية التي تجيز التفريق. وده كمان يا أستاذ إسلام عشان الأطفال. فطبعا ده بصي هقول لحضرتك، انا كمأذون ما ياتيني من لوائح انا هطبقها، ما عنديش كلام، يعني امر منتهي. شهادات طبيه بالشكل ده يبقى لازم من وجود الشهادات الطبيه، ولا يتم توثيق عقد زواج الا بحضور الشهاده الطبيه الخاصه براغبي الزواج من الطرفين. طب هل ولا يجوز توثيق عقد زواج ولا يجوز توثيق عقد زواج بشهادة واحدة، لازم الاثنين. بصدد ده ما كانش في أي تحاليل أي أشعات أي فحوصات، ما هي إلا شكل تكميلي. ولذلك أنا طلبت مرارا وتكرارا إما وأن تفعل تفعيل كلي وجزئي وإما وأن تلغى. إن تم تفعيل كلي وجزئي فإحنا بنحافظ على المواطن قبل أي حاجة. يعني هو مش لمجرد إن ورقة هتروح للمأذون عشان يكتب كتب كتاب، لا مش طيب كده. أستاذ لا أستاذ، ده أنت تطمئن على صحتك. هل إحنا شفنا أو حضراتكم صادفتوا أي اتنين مقبلين على الجواز بيرفضوا إن هم يعملوا الشهادات دي؟ وبرضو هل في مثلا يعني منهم جيب بشهادة واحدة ولم يأتي الآخر؟ بيحصل مع العلم. لا ده أنا هقول لحضرتك ممكن يجي يقول لي طب ممكن تجيب لي الشهادات؟ طب يعني أنت متخيل إن أنا هروح ده الشهادة بيشترط في استخراجها صاحب الشأن أو من ينوب عنه بتوكيل رسمي، يبقى لازم من وجود صاحب الشأن. لكن بيجي في بعض الاوقات طب يقول لي طب انا ما لقيتش الشهادات الطبيه، طب اعمل ايه؟ اقول له انا ما اقدرش اعمل لك حاجه، لازم من وجود الشهادات الطبيه لاتمام عقد الزواج الخاص بيك بطبيعه الحال. ولذلك يمكن في الفتره اللي هي الاخرانيه دهيت في قبل اجازه عيد الاضحى المبارك كان بعض الادارات والوحدات الصحيه ما كانش فيها شهادات طبيه. فبالتالي بنبلغهم طبعا يعني لتوفير الشهادات، لان انت عارفه العيد كانت اجازته طويله اسبوع صح، ومش هينفع يروح صح. وهو ايه ده صاحب الشان ده بيروح ساعه زمن بيجيب شهاده وبيجي. في الحقيقه هي فحوصات في غايه الاهميه، لكن احنا عاوزين للزوج او للزوجه للحفاظ على طبعا صحته طبعا اكيد وكمان أكيد للحفاظ أكيد على أكيد صحه أكيد أكيد, أكيد, اكيد اكيد. استاذ اسلام عامر نقيب المأذونين، انا بشكر حضرتك في الحقيقه جزيل الشكر على كل هذه المعلومات.